ستراكشر في الستار خلاص وكل الام لا خلاص احنا بس هنتابعها علشان ما تزيدش ما تكونش البيت مسدين والله هتتابع الصف عشان الدم اللي اتجمع هنا ده كله هيحصل له هيمارسز وهيصفر البيت ولكن بعد ما نكون عملنا اكس راي طمنا ان مفيش اندر لاين فراكشر ما يكونش فيه انتراكرينيال هيمرج سيفير خصوصا مين بالبايلر ايه هيمرج بالبايلر هيمرج دي حاجه فيها لسه شايفين سباين بيبي ولد بندوس وكان كويس قوي بعد ما نحط بقى وشخصها لازم نعمل فولو اب لقينا متجمع قد كده اهو هيماتوما لقينا الدايمن هيمرج هتقولي طب احنا ممكن نعمل كرينيال سونار اختصارا للوقت كرينيال سونار يبين اي انتراكرينيال هيمرج ما عدا الدايمن هيمرج ليه؟ انا لو كان في التمبرال فيريس ما كانش هيبان عمره الا يبقى انا عندي الاكسيدنتال ترومز امرجنسيز ولازم اعمل لها على طول فولو اب كلوز فولو اب اب تو ساعتين كل ثلاث ساعات واعمل اي ايمج عندي يوضح لي بقى الفراكشنز يوضح لي الانترنيال هيمرج يعني مش كل التروما من بره ار بي سليم لكن من جوه في انترنيال هيمرج في ساعات يبقى سيفير انترنيال هيمرج محتاج الكونيشن نيورو سيرج يبقى انا حاطه في دماغي البيبي اللي عنده تروما اكسيدنتال نوت اكسيدنتال ابص عليه كلينيكال البيبي ستيبل نوت اكسيدنتال ما فيهوش حاجه من اكس راي او دي نقطه اكسيدنتال لا خليكي معايا وهتابع كل ساعتين وبعد 24 ساعه والله ما تجمعش حاجه والسي تي والرنين ترى ما فيهوش مشكله خلاص روحي مين؟ بعد ما يروح ماما ده بالنسبه لايه؟ للتروما خلاص زي ما اتفقنا كده واحد بيعمل دايما ايفالويشن للبيبي ان هو ستيبل ولا مش ستيبل زي ما بنقول اللي هي الاي بي سي هم الاي بي سي الايروي بتاعي يكون كلير وفي البوزيشن بتاعه صح شفنا دكتور احمد من شويه وهو بيشرح لنا البوزيشن بتاع الايروي بقى صح والبيكي فور بريدنج البيبي بيتنفس ريجلر بريدنج ما هوش فور بريدنج ما هوش ريجلر لان العمل التربيه ما يهمش هيبتدي يعمل لك تاكيميا شويه هيبتدي يعمل لك ريجلر بريدنج لان الهيموجلوبين بيقع هيبتدي بقى اهي طبعا هيبقى ايه كومبنسيتد وسيركيوليشن فور سيركيوليشن السي فور سيركيوليشن عشان طبعا نطمن على البيبي اللي مخرجه زي ما اتفقنا البيبي اللي عنده هيماتوما بالذات بقيس له البلورومي بتاعه بس اتاكد ان الاصفار مش ليه اقيس نسبه الهوم بتاعي اتاكد انها ما وقعتش اكيد هو هيمرج انا مش حاسه بيه ونيجي طبعا للايه البلاد شوكر تمبريتشر بلاد بريشر كويس حاجات كده اللي هي البيبي سي بي سي عشان اشوف بيها المغرب واشوف ايه تي تي علشان يبقى برولونج وبالتالي لو برولونج انا بزود الانستنس بتاع البليتك بزوده بدل ما اوقفه لقيتهم والله برولونج ادي بلازما بسرعه ادي كونكتين حاجات الانتي تراجل اللي بتقلل لي البي تي والبي تي تي ادي البوزيشن كان الدكتور احمد بيكلمكم عليه انه ما ينفعش يبقى الاير واي بتاعي لا مبني ولا لازم يبقى فيه بوزيشن صح لا هايبر اكستندد ولا فليكس كويس يبقى لازم احط البوزيشن صح عشان كده الاير واي بتاعي صح احط الماسك صح عشان اتاكد ان البيبي ياخد اير واي بريدنج صح واطمن على السيتويشن بتاعتي ان هي مش السيركيوليشن بتاعتي بمعنى ايه؟ الفنتيليشن والبرفيوجن بيبقوا ماتش لما اجي اعمل البرفيوجن بتاع البيبي يعني برفيوجن يعني البيبي بيتنفس كويس السيركيوليشن ماشيه كويس المفروض ان هو يبقى احمر وبيبي وبيتنفس ريجلر بريدنج ما عنديش فيها مشكله طب لقيت عندي مشكله البيبي لا مش بيتنفس كويس الهارد ريت لا بريدي كارتك او حاجه مش ماشيه مع سن البيبي طيب اعمل له تشيست كومبريشن كنوع من الاستيميوليشن تشيست كومبريشن في اليونيت الصغنن نعمل له ايه؟ نيجي على الميد ويب بتاع السيرفر بين التو نبل وبالتو فينجر بس من ناحيه واحده اعمل بيهم كومبريشن. الايديا الثانيه اعمل ايه؟ سبورت للهات عشان يفضل الاير واي بتاعي مفتوح لا اكستندد ولا هايبر فليكس. كويس؟ واعمل تشيست كومبريشن لو انا محتاجه كنوع من السيميليشن كنوع من ايه؟ كارب مونر سيستشن سي بي ار بتاعها. ده الشرط ده طبعا مين هيشتغلوا الهيماتولوجي او الدكاتره اللي في الجهاز اللي لسه هيخشوا يشوفوا البيبي لسه مولود او الدكاتره اللي شغالين في الاستقبال وهيشوفوا البيبي داخل عليهم من دي 1 والاب يقول لك ده روح مع مامتي بعد ساعتين جاي هنا ده بيبي اتولد دي بتولد لازم يكون في عندي شارت اعرف البيبي ده اخباره ايه اول ما بيتولد البيبي في ثلاث حاجات عندي اسئله انا بسالهم لنفسي البيبي ده فوت دور ولا بيت دور البيبي ده عنده بريدنج ولا ما بيتنفسش يعني بيكراي وعنده بريدنج ولا لا عنده كتور ولا لا البيبي ده الحاجات دول موجودين بمعنى هو تور وبريدنج وكراي بمعنى ان هو عنده كتور انا بعمل روتين كيب بتاعي ايه هو الروتين كيب بتاعي انا بسرعه بنشف البيبي واوتفيه لان طبعا هو لو عمل هيت لوس بروفيوجن هيبقى ميس ماتشنج فمش هيتنفس كويس يبقى انا بلفيه
وبنشفه وبعدين بعمل له تاني كلير يا لينوي. لينوي بتاعي بوزيشن وفاكشن، بمعنى ايه فاكشن؟ اخليه مفتوح، مش حاجه قافله، مش مطلوب سكريشن، مش مطلوب بلاد كلاس من الدليفري. كويس؟ ثلاث حاجات دول عندهم مع الثلاثه البيبي اللي هم الكرايتيريا الترم والبريدنج والبيربو. خلاص يا بيبي انت روح لمامتك. طالما انا مش شايفه اي حاجه من الامرجنسيز اللي احنا هنتكلم عليهم، واحده منهم كانت التروما. طالما البيبي ما اتولدش باكسيدنتال تروما، طالما ما عنديش حاجه وانا بعمل سستيشن، بمعنى ايه؟ انا بعمل بستلم البيبي وبطمن عليه وتنفس معايا وقريب بقى بيه، اكيد رايي انا في النص ناحيتين، اكيد مفيش كوانتا اتريزيا. البيبي اللي عنده ثلاثه كوانتا اتريزيا انا ما خدتش بالي، هيطلعوا بره يجوا يرضعوه، ماما بترضعه هيطلع من الماوس والنصين مقفولين، هيحصل له ايه؟ هيصير نص مش هيعرف يتنفس خلاص. فانا بالراي بتاع التشفيق ده بعد ما بخلص بخش اتاكد من النوز هنا ومن هنا، مفيش كوانتا اتريزيا. خلصت خلاص وشفطت والبيبي اتنفس وكراي كل حاجه قبل ما ارمي الراي، بشيك تشايك على ايه؟ على ايه الاورفيسيز، اتاكد ان مفيش بيفرد انس، لان البيبي ممكن يكون عنده بيفرد انس وفي حاجه انا مش هعرفها بعد ما يتولد. بلد انش مع مخه لازم كل يقعد يوم ويومين مخه بترضعه والولد مش جاي بستون. طب وبعد انش كده بكل من الاولاني هيجي بالديسكاينر فين؟ بيرفوريش، لان كل الاكل هناك وضع الاكل فين؟ فحاجه تبقى ميزت مننا مش تبقى ميزت مننا. يعني لما نقول ان امه ودت المستشفى بره وبقت ميزت من تكتك الاطفال انه ما عرفوش ان بيرفورد انس، دي كارثه، دي كارثه. طيب عملنا الحاجات الثانيه لو تشيك ان البيبي اللي احنا قلنا عليه. طب افرض ان البيبي ده مش تيرم، يعني بري تيرم، ونفرض ان البيبي ده البريتنج بتاعه مش قد كده، ونفرض ان البيبي ده التون بتاعه هايبوتونيك، لا مش بيبي مش حلو، دايما البري تيرم بيبقى طبعا التون بتاعه مش زي البري تيرم، اعمل له ايه؟ هاسس الهارت ريت بتاعي. والله يمكن الهارت ريت بتاعي اقل من 100 والبيبي بيطرف كويس؟ هكمل على الستيب اللي وراه، يعني طبعا لو هو اكتر من 100 وهو البيبي مش بيطرف خلاص الروتين كده خلاص وروحه. طيب هو اقل من الكلام ده، اقل من 100 البيبي بيطرف، يعني ما بياخدش بريد، يعني ايه طرف؟ ما بياخدش بريد بتاعه كويس. ده انا هعمله ايه؟ هديله بسرعه اكسجين باسل بريشر انتيميشن، اجيب الماسك بتاعي احط البوزيشن بتاعه زي ما الدكتور قال لنا، من عند الليزر لحد المنتول، واتاكد ان البيبي بتاعي بياخد باسل بريشر انتيميشن. انا شايفه تشيست موفمنت بقت كويسه، لون البيبي بقى بيك، انا ليه ببص على لون البيبي؟ عشان ده بيحكي لي البرفيوجن بتاعي، صح؟ سيكويشن بتاعتي ماشيه حلو ولا لا؟ البيبي مزرق عندي مشكله، هقول لك انا شويه لما اجي الارتمز بتاع السينانوس. طيب عملت له الكلام ده وارجع اساس الهارت ريت، والله الهارت ريت بقى فوق ال 100 خلاص كويس قوي، ارجع اعمل تاني الروتين كير وودي الموضوع وارجع اطمن عليه. طيب لا لسه عملت الكلام ده كله والبيبي لسه الهارت ريت بتاعه قليل و بقى مش هعمل كده فنتيليشن، هكونسيدر ان انا احط مين؟ فنتيليشن، احط سي باب. خلاص طبعا الدكاتره اللي بيشتغلوا في الانطلاقه بيشتغلوا في الرعايه هم فاهمين ما معنى الفنتيليشن اللي هو التنفس الصناعي او السي باب، ده جهاز بيدي بريشر للبيبي عشان يساعد المنطقه تفتح وتتنفس. والله انا قلت الكلام ده كله واساس الهارت ريت، الهارت ريت لسه اقل من 60 وسط معايا اقل من 60، لا خلاص انا كده وصلت لمنطقه خطر ولازم ادي بسرعه ميديكيشن تعمل ستيميليشن للهارت ريت وللايه؟ للسيركيليشن بتاعتي. وطبعا اللي هو البنفرين اكتر حاجه طبعا بنديها. المهم ان انا عندي كل الكلام ده وانا بستلم البيبي ما ياخدش مني اكتر من ايه؟ اكتر من دقيقه. لو انتم شايفين كده على الجنب شايفين من ساعه الدوره ل 30 ثانيه اللي حصل، كنت اطمنت ان البيبي جاي ولا لا، والدكتور بتاعي ونشفته ودفيته وكلمت ايه وايه وحطيت البوزيشن صح. ف 30 ثانيه اساسا الهارت ريت لو هو ما عجبنيش، 30 ثانيه الثانيه المفروض يكون عملت له انترفنشن. يعني انا اقول ان الثانيه بتفرق معايا في الاكسجين اللي داخل البيبي هيبقى هاي بوكس، هيبقى بعد كده سيكونس ممكن يبقى سي بي، هتبقى انا السبب. يعني انا بقول لاول 60 ثانيه من عمر البيبي لحد مستقبل البيبي يبقى دي اكتر 60 ثانيه انا ما استعملش. ده اللي هو جميل ده الاسستيشن اللي هو انا المفروض اعمله كلنا اول ما حد فينا يشوف بيبي لسه موجود او واقف في الوش الولاده استلم البيبي الحق بسرعه اعمل الاستبس. طيب طبعا دي ميديكيشن عن الحاجات اللي احنا بنستخدمها في لما يبقى البيبي خلاص بقى وصل هارت ريت 60 واقل وانا عايز الحقه هم بيدوس بتاعهم. لا من هنا ممكن تكون من هنا. معلش. تعالى هنا. Thank you.
عمل اصفر من حسب مراحل مراحل ما كانش اعتقد يا دكتوره ان انت مش ما جيتيش ناحيه حاجه صح؟ طيب اوكي. انا مش فهو يعني ما عشان ممكن ده يعمل كارتك اليست لو اتاخد بسرعه مثلا هو المفروض يتاخد ببطء ده لو ده عندكم وهتبقوا تبصوا عليه على الكونسنتريشن بتاعه عشان ما تضيعش وقت في ان احنا بقى نركز الجرعه خلاص بس مني غير الحاجات اللي هم بيوز بتاعي اهم حاجه بس عندي في الجدول ده المفروض كلنا ناخد بالنا منها الفوليوم اكس بنت البيبي ساعات بيبقى نازل هايبوفوليوميا يعني ان الايتم دي حرف الاتش زي ما اتفقنا هايبوفوليوميا اللي هو فوليوم اكس بنت هو مين مني دايما بيبقى معظمه ندي هوت بلاد هايبوكوليمي اديله ايه؟ اديله هوت بلاد يرفع لي شويه الفوليوم بتاع الفلويد بتاعه اديله ايه؟ اديله قلبه قلبه بيبقى حاجه كويسه ما فيهاش ريسك بتاع الانفكشن بتاع البلازما والبليتس والكلام ده اديله ايه؟ سراين او رين صح؟ كلنا بنشتغل بيجيلنا البيبي لا الفيوجن مش حلو لا الهايبوكوليمي مش حلو لا يقول العضو بتاعه مش حلو طب انا محتاج ايه؟ شويه فلويد شويه فلويد دي مقصود بيها ايه؟ انا ببتدي الاول يا اما بسراين او ليدر او البومين او بولد تقدر تسيس لو هو عنده هيماتوما عنده بليدنج يبقى انا اكونسيدر دايما البوليوم اكس بنت. طيب دي كده ايه اللي قلنا التي بتاع التا نيجي بقى للهارت الاتش اللي هي الهارت ديزيز او الهايبوكسيا مع بعض وممكن تبقى هايبوكسيا الهارت ديزيز. الهارت ديزيز دي حاجه انا ما اعرفش ازاي انا المفروض بسال البيبي طمنت عليه بس انا مش سامع والله سمعت نورمال طب لا انا في نورمال عندي بتاع كونجنتال هارت طب يا ترى البيبي مزرق ولا مش مزرق؟ الاسيا هارت ديزيز هو ما هوش امرجنسي زي السيانوتك هارت ديزيز البيبي اللي نازل سيانوتك انا عندي يعني في كونجنتال هارت دي مصيبه يعني هم بيبي ريسك ان انا يبقى عندي يبقى انا غير الريسك ان انا افوت بيبي سيانوتك وممكن يكون كارديك وانا ما اعرفش. ايه هم عموما حاجه تعمل سيانوسيس للبيبي؟ ايه هم؟ ليه ما حاجه كارديك زي ما اتفقنا ان هم سيانوتك كونجنتال هارت ديزيز هنقول زي ايه؟ ليه حاجه ريسبيريشن؟ البيبي اللي عنده مشكله في الشيست او عنده في البونكولايتس او عنده ستاس هيبقى عنده سيانوسيس. ليه ما عنده انفكشن؟ السيفير الفايرال انفكشن البيبي عنده سيانوسيس بالذات الهربس. ليه ما عنده ايه؟ سنترال نيرفس سيستم ابنورماليتيز اي سي ان اس شغال بنقول والله البيبي ده عنده مثلا تنجو عنده اي كونجنت عنده هيدروفايل فعم اثرها ضغط على السي اس اف فالبرفيوجن بتاع البيبي مش حلو البيبي نتارش كبير وعيبه طالع فالبيبي نازل بيستريح كويس انا هعمل اقول بعد كده ازاي هفرق بين السيانوس بتاع حاجات الكونديشنز دي بين الكونجنت هارد لكن لما اجي اقول الاول ايه هم الكونجنت هارد اللي يخوفوني كلهم بحرف التي هم مين؟ الترولج اوف فاميلي تريكوستيك اتليتي ترانس بوزيشن اوف كريتيك ارتس توتال انوبليس اوف بالمونري فينوس ريتور الترانس اتريوس كلهم بحرف التي اهو كلهم بحرف التي كونجيرت سيرون هارت فيتر امرجنسي من انا وقت بيبي دي مزرق وانا هقول له بقى انا كنت يعني اوكي اقول له عشان افرق بسرعه بدي اكسجين واشوف البيبي اللي هو مزرق عشان اقدر اقول مزرق كونجيرت هارت هيرجع لون هيبتدي يحلو بالاكسجين بيبوست بريشر ما تبتديش لكن البيبي كونجنتال سيرام الاكسجين مش هيفرق معايا. الاقي الخمس حاجات اللي هم الداي والتينو انا مخضوضه انا عندي انرجنسيس والحقوني بقى. حاجات هعرف الحق ان انا ادخل البيبي عندي على الحضانه واخليه ستابلاي وحاجات لا انا محتاجه مين؟ كاردو سيرجري الحقوني بسرعه تعالوني شوف البيبي ده محتاج شنط مثلا عشان ازود الفلو بتاعي. نشرح كده ان البيبي محتاج ايه؟ اكسجينيت بلاد هنروح للسيستميك سيركيليشن علشان الدون البنكيت لو عنده دون السيروسيس يمشي. طيب لو انا طبيعي البيبي بتولد عنده ايه؟ بي تي اي يعني بي تي اي بيت الداكس ارتريوس دي بتبقى زي شنط مفتوحه بتقفل مفروض في الطبيعي في خلال من 10 ل 14 ساعه. ساعة البي تي دي ما بتقفلش، ما بتقفلش ليه؟ بيبي بيبقى بيتر، بيبي مش شوتر، بيبي بيبقى عنده اكسترنت ستريس اسيدوزس، الاسيدوزس بتفتح، بيبي بيبقى عنده هاي بوكس، يفتح البي تي اي. طيب لو احنا سيبنا البيبي انا طعمه البي تي دي المفروض تقفل لوحدها
هو عايز 11 ل 14 ولو هو بيدير الكلام ده هتيجي في خلال اسبوعين باعتبار ان انا مش محتاجاه تفضل مفتوح. يعني مش محتاجاه تفضل مفتوحه وجهه سيارات الكهرباء اللي احنا قلناها من شويه. محتاجين شنطه تعمل ميكس للبلاد الاكسجينيتد مع الدي اكسجينيتد علشان الدم يروح للسيستمك سيركيليشن اللي هو الاكسجينيتد بلاد يعني. طيب زي ما اتفقنا عمر قلت اهو بتدي اكسجين 100% في حاله السيانوزس فتقدر تفرق بين هما ريسبيراتوري ولا جلد اسيستد سيانوزس ولا كارديو كونديشن. عندنا طبعا بنعمل بلاد جاز لو البيبي اسيدوتك زي ما اتفقنا. طب ادي اول 100 طب ادي صناعي نشوف الدنيا هتتحسن ولا لا. كل ده المفروض بسماعتي اكون سامع بقى لو هو جلد سيانوزس ليه برضه لو هو مش طب خلاص مالوش بس هو ما بيروحش الاكسجين يبقى احنا لسه فعلا ايه جلد هارت. طيب طبعا في توسنس بتاع اللي هم السيانوزس زي اللي هم الميكرو بلوبينيميا ما احناش عارفينهم دلوقتي. انا سمعت الرقم صورت اكس راي لقيت الاكس راي فيها كارديو ميجري هارت سايز كبير قوي ماشي مع كونجنتال هارت. في كونجنتال هارت اللي هو شيء محدد في الاكس راي اللي هو الكلين سابور اللي هو الايكون سايت دي حاجه احنا هنشوفها خلاص. وطبعا شكيت على طول. طب دكتور كارديو مش عارف عامل يعملوا لي بسرعه ايكو كارديو سيرش بتاع الوجودي احنا محتاجين شنطه تتقفل ولا تتفتح خلاص. الشنطه تتفتح يعني ايه شنطه تتفتح؟ يعني عايزه البيت تفضل مفتوح يعني عايزه البيت ما تقفلش بس هي عشان تفضل مفتوحه بديها بلس تجربه خلاص. استخدمت دروب بتاخد اي في على 0.05 كيلو جرام خلاص وبحث من بتاعي ل 0.1. طيب انا اهو ده النورمال هارت انا كده كويس شايفين احنا الطبيعي اللي حاجه رايت اتشير في سكرو فينا كيف هنا اهو وفي سكرو فينا كيف اهو وادي الترايت باسبت وادي الرايت فيرتيكال طلع منهم مين؟ البلمونري ارتي واخدين الدم ده دي اكسجينيت صح؟ راحت فين؟ راحوا للون اهو دول راحوا للون البلمونري ارتي اهو راحوا للون حصل ايه الدم في اللون؟ بقى اكسجينيت رجع كان فين بقى؟ اهو رجع من هنا دول دول مين؟ البلمونري فين؟ رجعوا داخلين فين البلمونري فين؟ المدخل بتاعهم اهو فين؟ في الليفت اتريا الليفت اتريا راح عن طريق المايكرو راح فين؟ للليفت فيرتيكال والليفت الكتريكال بعد كده طلع رايح فين؟ ها؟ رايح فين؟ راح للاورطة السيستميك سيركيليشن يبقى راح للاورطة السيستميك سيركيليشن هو اكسجينيتد الدم احمر مش الدم الازرق الدم الازرق دي اكسجينيتد اللي جاي من البريفرال سيركيليشن ما عداش على الرقم هو ده النورمال ايه؟ انا كنت بتاع الهارت الحاجات اللي انا قلت عليها بقى اميرجنس وعامل ازاي نوتس اهو كترولوجي اوف فالو كترولوجي اوف فالو ده عباره عن ايه؟ عنده بالمانستينوز عنده الرايت الاول عنده بي اس دي وعنده رايت فيرتيكال هايبرتي. بصوا هنا كده انا مش عارف شايفين البوتر ولا لا بس يعني او شايفين دي اهي شايفين البوتر؟ اهو مطرحه دي ها؟ وضحت شويه كانت ده بي اس دي ادي الفيرتيكال الهايبرتي بتاع الرايت فيرتيكال وادي البالمونر ستينوز. طيب بطونه الاستنادي يبقى الدم مش هيعدي كويس يبقى الدم مش هيعدي كويس خلاص اللي هو الاكسجينيتد مش هيروح الدم دي اكسجينيتد هو اللي رايح عن طريق الدي اس دي اللي موجوده راجع من الليفت فيرتيكال فهيروح للاورطه دم مين دي اكسجينيتد طبعا حسب الدي اس دي كل ما تكبر الدي اكسجينيتد بلاد هيزيد هيفضل البيبي سيانوت صح كده؟ يبقى انا في حاله زي دي محتاج اعمل ايه؟ بالعكس اقفل الفيز دي اي شنطه من الاثنين انا عايزه بسرعه اركز الاناتومي بتاع الارض ايه؟ اه طب روح دم اللي واصل للبيبي ده اكسجين اكسجينيت عشان اعرف اصلحه ولا مش هصلحه. ففي حاله الهيدرولوجي والفالو انا محتاج اقفل الفيز دي تاني علشان ايه؟ ما يوصليش طبعا اوسع البرمون الاستيناطي يبقى انا اخش ادخل البيبي يعمل ايه؟ يوسع البرمون الاستيناطي ويقفل الفيز دي. الفيز دي لو كبيره البرمون الاستيناطي جامده لا امرجنسي بيبقى خلاص هيفضل الدريك مش هياخد اكسج مفيش دم واصل للستيمك سيركيليشن عشان دي امرجنسي وببعت الفور ليه الكارديو سيرش. طيب طبعا احنا عايزين نعرف شكل الاكسري بتاعت طيب هو دلوقتي شكل الاكسري بتاعت